جديد الآن إلى الملف الفنزويلي، حيث أعلن وزير الدفاع الفنزويلي أن الجيش يرفض إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو تنصيب نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، قائلا إن الجيش سيدافع عن دستور البلاد وهو الضامن لسيادتها الوطنية. إلى ذلك قالت منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان إن 13 شخصا قتلوا خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فنزويلا، قضى غالبيتهم بالأسلحة النارية. وبعد إعلان خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة نفسه رئيسا للبلاد، تجددت المواجهات في الشوارع بين قوات الأمن وأنصار المعارضة في كاراكاس. وكان رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة خوان غوايدو أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وقال أمام حشد من آلاف المتظاهرين الذين يطالبون برحيل الرئيس الحالي نيكولاس مادورو إن هذه الخطوة سيليها إجراءات أخرى وفي مقدمتها إعادة صياغة دستور جديد. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وقت قصير اعترافه بغوايدو رئيسا مؤقتا، داعيا الدول الغربية للاعتراف به، وقال إنه يعتبر الجمعية الوطنية برئاسة غوايدو الممثل الشرعي الوحيد لفنزويلا. بدوره الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن قطع علاقات بلاده الدبلوماسية والسياسية مع الولايات المتحدة، ومنح ممثلي البعثات الدبلوماسية الأمريكية 72 ساعة لمغادرة البلاد. وجاء الإعلان ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا بالوكالة. رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر عن أمله في أن تتحد أوروبا دعما للقوى الديمقراطية في فنزويلا، وأضاف توسك في تغريدة له أن الجمعية البرلمانية بمن فيها خوان غوايدو تحظى بولاية ديمقراطية من المواطنين الفنزويليين. هذا ورفضت الولايات المتحدة قرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معتبرة أنه لا يمتلك الشرعية وأنها ستواصل علاقتها مع رئيس البرلمان خوان غوايدو بصفته ممثلا للشعب الفنزويلي. نيكولاس مادورو دكتاتور وليس له سلطة شرعية، الجمعية الوطنية هي ممثل الشعب، حيث قام الشعب بانتخابها على نحو قانوني من خلال نظام دستوري، ويعتبر الرئيس المؤقت خوان غوايدو الممثل الشرعي لإرادة الشعب الفنزويلي.